البوليفارد مكن عشاق الأزرق وعشاق الأصفر أن يعيشوا أجواء رائعة جدا في ظل هالأماكن الجميلة واللي محطوطة لأن ترضي عشاق هالناديين. فعلا اليوم لما تجي أنت مقهى الهلال تستمتع أكيد وأنت هلالي، وأيضا مقهى النصر صحيح. تستمتع وأنت نصراوي، تعيش كل الأجواء صح. الموجودة معنا اليوم أيه. مهندس حسين هلا وسهلا فيك. الله يحييكم. والعاشق الهلالي محمد هلا وسهلا فيك محمد. طبعا اليوم المهندس حسين هو المشغل لهالكوفي الرائع، وبرضه محمد مشجع حصلناه هنا مبسوط ومستانس ويحتفل. قالوا لي انه قصه يا نرجس انه يجي يوميا او كل مباراه هنا. كل مباراه لازم اجي. لازم تعلمنا عن قصتك وكيف مشاعرك لما تحضر. مع ايام ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. وكانت يعني عشق. الأزرق مستحيل أبدل فيه. يا سلام. فريق الهلال دائما بالصميم. وتجي كل مرة في هذا. كل مرة مباراة. الهلال من النصر كل المباريات. مهندس حسين أهلا وسهلا فيك. الله يحييكم. وش هالمكان الحلو؟ والله بوجودكم وجود الناس كلها الطيبين حقيقة يعني، والرواد دائما اللي بيجوا على البوليفارد. فمنرحب بكل الناس ان كانوا نصراويين ولا هلاليين. يجوك نصراويين هنا؟ طبعا. يا سلام. طبعا ما شاء الله. طبعا جميل. كل الناس الله يحييهم. مهندس حسين اليوم نشوف احنا قائمه من الاطباق، وحتى لما دخلنا شفنا المنيو مكتوب فيه اشياء هلاليه. صحيح. يعني زي العصير الهلالي هذا عملناه خصيصا للون اللي بيرمز للون النادي الهلال. حلو. فهذه اختراعنا نحن بالمطعم يعني. حتى بعض الاطباق مسمى باسم مثلا الفرج او احد لعيبه الهلال. لعيبه الهلال نعم. ايه في بعض الاطباق أيوه. المنيو سميناها لبعض مثل البلاهي سمينا طبق باسمه. والبلاهي عنده طبق باسمه. اي باسمه نعم. جدك يا البلاهي. بس طبعا مذاق الطبق رائع يعني، زي لعب البلاهي طبعا. زي لعب البلاهي. يستاهل. يستاهل اكيد طبعا. يستاهل نجوم المنتخب برضو يعني، هالنجوم نجوم كبار جدا ويلعبون في الهلال ويلعبون ايضا في المنتخب وشرفونا يعني في بطولات عالميه. اذا ما تحدثنا اليوم عن وجود هالمكان مهندس حسين، ايش الاشياء اللي تقدم للعاشق الهلالي؟ هدايا حقيقة. نحن حريصين انه لما يجوا رواد المقهى الهلال خاصة اثناء المباراة يشعروا كأنهم بالملعب عم يتفرجوا على الشاشات الموجودة هنا. بنقدم الهدايا، الهدايا بنقدمها الحقيقة طبعا بالتنسيق مع نادي الهلال. حلو. فهذا بيكون تنسيق تام مع نادي الهلال، وبيحرصوا نادي الهلال دائما انه التواصل معنا بالمقهى بحيث انه نقدم تفضل. ايوه تفضل محمد. يلا نقدم للرواد المقهى. أيوة. ان كان نصراوي عشان انت محايد عشان صحيح. ما تزعل. اي اي فسمتك محايد يعني. احنا معاكم ناكل نرجس بعدين يلا نبدا نرجع لكم مشاهدينا.